بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتين حتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إنه الحمد لله توفيقنا رب سبحانه وتعالى تي حزنا يزلنا كتابنا كشف الشبهات نعينا نقد زلزلنا ابتز حلفة جزي كشف الشبهات عمن تاي بس إحنا نيرنا مالت تي مبزح تسب أب شبه زودقو تزعبت بوابة الكبرى شفاعة بليا تا شفاعة بل دا أي سميع وادا بزحسب انت اتا معنى صحيح ناتا شفع سني من يدي شفع شفع اخي انتا اي اه كمتي ابتزا حالفة مقدم اه وي ابتزا حالفة درسنا رئينا نيرنا مالتي امو شفع دي شفع ما نمسب بدليتون بقحتون اي, 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 اي دشفع يوم القيامة مسكونين يوم القيامة رب سبحانه وتعالى نتزي شفاعة سب كف دول اللو كمون كرديل اللو كمون نتزي شفع دماني رب سبحانه وتعالى كرديلو الله مالتي إذاً بدي فقدنا رب سبحانه وتعالى عن أنا اللي شفيع شفيعك خوني لهم الله ولذلك ربنا عز وجل سورة النجم وكم من, وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى له كندي قال ملائكة كندي قال رب سبحانه وتعالى ذكر لكن ما نمسب وي فطور نشفع عيلو بعلو بجزاروسو زخيد إلا من بعد أن يأذن الله رب سبحانه وتعالى فقد كهو بمالو لمن يشاء ويردا نزدلين نزرديلون ربنا عز وجل مالت ولذلك كم تقول لك زي آية نقرأ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من الله بدلايو كم كحتو جيرو كشفع زخل إلا بعد إذن الله عز وجل بدحر ربي نربي تزيكوينو مالتيو ولذلك ربنا عز وجل وين ابصرت الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن يرتضى إلو مالتيو إذن فلا بد زي شفاعة زبهال سلست شرطي ألو كمتي أبتز حالفة دتقسنا مالتيو ثم شفاعة خبهال كله دماني علماء اب كتاب ون سناء جل كاب كلت نغراتي حلفين يلوم حادل لو شفاعه عامه كل زروخ بو مالت الله سبحانه وتعالى ذكرهم ز عدل لو نخشفع مالتهم انبياء الله صالحين شهداء زياتهم اتم يشفع يوم معز رب سبحانه وتعالى مسفقد لهم مالتي زي شفاعه زي وهي أن يشفع في أهل النار من عصاة المؤمنين أن يخرجوا من النار سبلا لا إله إلا الله كونهم زنبتات بزيحوهم بسنك زنبهم أب جهنم مساعتوه. اتي ناي جهنم مغزعتهم كي ودون كلو وندا تقطع عن كله صالحين شهداء مت يوم رب سبحانه وتعالى أكرمنا يوم رب سبحانه وتعالى ما ككرمهم سلزدله شفيع مدوتو علوم على يوم نمن نتم أهل التوحيد زنبورو مالتهم

ما يعني أنبياء الله وصالحين الله وشهداء الله ولنا كم الشفاعة خاصة الله فولي زخوني كبرت زتوهابهم كبرت نير عليه الصلاة والسلام زي الشفاعة خاصة مالتيو أعظم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام زي التعدل وانتائر لك الشفاعة العظمى وهذا من من المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به نرسل عليه الصلاه والسلام قال ذا اللهم ربنا عز وجل تزلع عليه ما نمسب زي رخبو زخون يكون النبي يكون زخون يكون عبر رب زقرب زي رحبو. رسول عليه الصلاة والسلام زي تعدل وشفاعة اللو مقام المحمود يوم القيامة مسكونه دك سبات عقلهم متسببهم عبزي جيزي النبي عليه الصلاة والسلام وحسي قانو ونزخل لهزب مالاتيو ولذلك ربنا عز وجل بزو وعد زاء تولم أبسورة الإسراء مبل سبعان شعاتن آيان تابل ومن الليل فتهجد به نافتة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أي يبعثك ربك مقام محمودا إزي مقام المحمود إزي تزلع على درجة نشفعي مالاتيو كمو إزي رسول عليه الصلاة والسلام زي تعدلوا عبي كبرتنا يا رسول شفاعي مالتو كمو دماني دم الشفاع في دخول المؤمنين الجنة سب جنان جنان خاتو دماني دم بوحسنتنا رسول صلى الله عليه وسلم ربي أكرم من رسول برسول عليه الصلاة والسلام شفاعة دماني دم سب جنان جنة أتو مالتيوم. ولذلك إذا إن أهل الجنة إذا عبروا الصراط سب جنة صراط حالفهم نجنا مسك مسكربو أوقفوا على قنطرة قنطرة زتبه على تلا أحد صحيح له أبزي بوتازي تطوي مالتهم إذا قنطرة زيا بين الجنة والنار مالتهم أما أنجو أمونغو جهنم من ترك بوتا أبو تطوي يقول ده بل يبلغ علماء فتمحس قلوب بعد من بعدهم من بعد حتى يهذبوا وينقوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة أبز بو تازي بحق حق فرح زلو بزيادة سبات دنته لو خلاص صوريات خانو مالت يوم قبل بوم بزخون يخون كرحن تزيب لهم كونو متسريو نجنا نخاتو أبز جزيزة فتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة رسول صلى الله عليه وسلم إذا جنة زي تخفت مالتي سالساي الشفاعة لرفع درجات أهل الجنة سب جنة جنة مسأتو جنة درجاتيو بزوح كفلتاتالو أمو كابتز تحت نبزل على نخديه بدماني النبي عليه الصلاة والسلام يشفع مالتهم كالي دماني الشفاعة لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها جهنم نخياتو ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ተዋሒሶም ድማ ድሽፍዕዎምን ኣሎ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ከምኡ ድማ ኣሸፋዕ ፊ ኣህሊ ልከባኢር ዓበይቲ ዘንብታት ገይሮም መቕፃዕቲ እንዳተባሃሉ ከሎ መቕፃዕቲ ንኸይኣት ድማ ድሽፍዕዎም ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ኣለዉ ማለት እዮም ከምኡ ድማ ንኻሊእ ዘይትውሃብ ፍልይቲ ዝኾነ ድማ ኣብ ክፍሪ ዝሞተ ሰብ ዕድል የብሉን ውሕስነት የብሉን ንጀና ንኸኣቱ እንተኾነ ግን نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بوم أبي طالب تا ناي جهنم مقطعتي نخد رب سبحانه وتعالى يكرمهم شفاعه ومالته مالتي تا فخست مقطعتي ناي جهنم كون مالتي إذن ازي شفاعة زي كم ثابت زخوني قنع زخوني أب أحاديث أب قرآن تذكر زلو أول ألو شفاعة لكن ما نم بيكونن بدل لا يزحلفو كاب كالي وين اي خا سبحانه وتعالى خاز شفع زي تطلبو مالتيو كالي نتسوق زخونه شفع انت انت دايلنا الشفع المنفية الباطلة التي لا تنفع اصحابها شفع زي تقمم زخونه منيو انت وهي ما يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند الله عز وجل نزي رب عبادة ناقبورون كلهم نسخوني يقول عبد واموني إذي آتهم شفاعة خونونا نلمونهم زلنا زبلهم إذي نتسقزخوني إيمالتي فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم ከምቲ ረቡና ዘ ወጀል ኣብ ሱረት ልሙደስር እንታይ ኢሉ ፈማ ተንፋዕሁም ሸፋዓቱ ሻፍዒን ኢሉ እዚኣ መበል 48 ኣያ ትርከብ ኣብ ሱረት ሙደስር ማለት እዩ እዘን ሸፋዓ ዝበሃል እውን ኣይጠቕሞምን ኢሉ ንምንታይ ኣብ ክሕደት ስለ ዝነበሩ ኣብ ኣዱንያ ከሎ ካብ ዘይረቢ ስለ ዝጠልብዎ ስለ ዝነበሩ ሸፋዓ ኩሉ ናይ ረቢ ስብሓን ወተዓላ እዩ እዘን ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢኻ ክትጠልብዎ زقبة حتى شفاعة كام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اي تتقلب مني خا كام من خا تتألب كابر سبحانه وتعالى مخناتو نسيو والناني ني كل نجر ولذلك ربنا عز وجل سورة الزمر مبل أربعة أربعة آيات تايلو قل نرسول عليه الصلاة والسلام كم زبون ميخا نقر ميخا إلو قل لله الشفاعة جميعا شفاعة بمولو نارب سبحانه وتعالى له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. وناني ناي سماءات، وناني ناي مريت، كلنا رب سبحانه وتعالى نصيوا دماني دافكت، سلازي قل لله الشفاعة جميعا، كل كاب رب كاب الله سبحانه وتعالى تزي كوينو كاب كالي ايت اللبنخا. الحديث في روايه الترمذي قال عنه حسن صحيح النبي عليه الصلاه والسلام نحادا الصحابي علمه كم زخبل انتاي كبل اللهم شفعه فيا نخبل مالتيو يا رب رسول عليه الصلاة والسلام سني كابتم دي شفعوهم كاباتم حادك خون لمن كان له رب من إلهم النبي عليه الصلاة والسلام علمه ما زي أبري ترمي ذي تركب اللهم شفعه فيها سلزي شفعنا رسول الله عليه وسلم شفعنا يا صالحين يا كل كان من يزت الله الله سبحانه وتعالى إمالته ولذلك النبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أمزة أرات رايكون شافع شافعم مشفعم رب سبحانه وتعالى فقد ذهبوا من مالته انتخونا قن اللهم شفعه فيا نخبل النبي عليه الصلاة والسلام حدث مبغتتان من فتر كتلم من يبلكانيو وإلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كم رواية مسلم زلو أنت ان أني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا أنا دعاء لا نقول نبي توهب أنا دمت دعاناتي دماني حيا أقمت خيلو من النبي عليه الصلاة والسلام نمعس كون أني يوم القيامة يوم القيامة ديك شفع رب سبحانه وتعالى نخلمونه نشعو مع التاقم إذا دعاء مستجاب زخونته لهم إذا شفع زرق بعد ماني يبلو النبي عليه الصلاة والسلام من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا شركنا زي برسب إذا شفع زيئا كرخ بائي النبي عليه الصلاة والسلام إذن النبي عليه الصلاة والسلام تلأخوهم هزبي انتاء من يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله نرب قديفهم نخالي عبادة زقبر وزنبور من النبي عليه الصلاة والسلام تلعيقهم انت ايت عبادة زقبر وزنبور دماني شفاعة كابزي ربي يتقلبوا كاكندن الله سبحانه وتعالى بقت تهزلهم منه إذ آتهم شفعا خانوا نائم لهم كملائكة كم عيسى بن مريم وغيرهم من الصالحين يلمونهم من مالتهم عندهم خلل زي خلل ازي سلسترخبة زي قنوع زي, زي كنا من قد سلسترخبة نزل مع الرايد ماني النبي عليه الصلاة والسلام تلاقيهم مالتهم انتاي تخلل ناتهم تلاقي في تسوية غير الخالق للخالق جل وعلا نتي مخلوق خالق زي كونه مستخالق الله سبحانه وتعالى مسو حادث لزقبر وزنبور مالتهم فهم اعترفوا بأن الله تعالى خالق ربي خالق مخانو ربي موحي مخانو ربي مميت مخانو رب رب العالمين رازق مخانو كل فلت بل ولا يدبر الامر الا هو بجك رب سبحانه وتعالى تزيكون مانم ድኾነ ይኹን ዝውንን የለን ይብሉ ነይሮም በል እንታይ ይብሉ ነይሮም ወኣነ ጀሚዕ ኣሰማዋት ወመን ፊህና ወልኣርድ ወማ ፊሃ ኩልሁም ዓቢድሁ ሰማያት ይኹን ኣብ ሰማይ ዝርከቡ መሬት ይኹን ኣብ መሬት ዝርከብ ኩሉ ባርያ ናይ ረቢ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም እቶም ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም ድቃለስዎም ዝነበሩ እንታይ እዩ ደኣ ትፀገሞም እንተ ደኣ ኢልና ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝረኣናየ ማለት እዩ ሸፋዓ خونو نا ايلوم ربي عباده وحس خونو ام دا بولوا نافكالي مخلوق يخدو ني روم ولذلك كمتي أبتزا زحالف وين دي تقسنايو عباده ني حتى صيام ني نذر ني ولكن وقع الشرك عندهم في كونهم لم يفردوا الله تعالى بالعبادة أب عب عبادة نرب سبحانه وتعالى نبحتو أي وإنما عبدوا الله وعبدوا غيره نربي عبادة قبرو بس رب دماني كالي حاوي سب دماني عبادة قبره دعوا الله تعالى ودعوا غيره نربي هو؟ كم دمان نزير ذبحوا لله تعالى وذبحوا لغير الله نز لله لم دماني يحرد نيرم لله تعالى ونذروا لغير الله نربي ما بتعاي عتوله كم نزير بدمان ما فلم يفردوا الله تعالى بالعبادة أب عبادة بمولو خالص نعبد رب سبحانه وتعالى فلذي توجه نزين خري اومدمان النبي عليه الصلاه والسلام نزي تجديد نخ غبر اومدمان تلاي خوم مالتي ولذلك اتيز غبر وزن ووردمان نمتاي خوم دا عبدهم زلخوم يخلقو يوم يرزقو ديوم ديوم لا يخلقو لا يرزقو يوم لا كيلت يبلو من يبلو انتي دا انت دا قياس, قياس ني قياس فاسد خوني ማለት ብምንታይ መዝኑ ነሮም ማለት እዮም ሓደ ወዲ ሰብ ዝኾነ ጉዳይ እንተ ደኣ ኣለዎሲ ብቐጥታ ናብቲ በዓል ስልጣን ይኹን ናብቲ በዓል ጉዳይ ዘለዎም ብቐጥታ ኣይከዱን እዮም ብዝፈልጦ ሰብ ገይሮም ከምኡ ድማኒ ቀሲል ካብ ደረጃ ኢካ ተኣትዎ ንሕና ድማ ዘንበኛታት ስለ ዝኮናስ ብቐጥታ ኣይንልሙኖን ኢና ኢሎም ነቲ ናይ መክሉቅ ምስ ኻልቅ ኣተሓሳስቦም ሓደ ገይሮሞ ማለት እዮም وزد دماني أتي أب, أب كحدة أبشركن زودوا قمالة ولذلك بزعبازي عمل كتب ربنا عزوجل أب سورة الزمر تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء إبرام ندي ربي حزم ندي ربي إلمني إصوع عماني دحرين تايبل نيرم نحنا كون نزي أتم نلمنام زلنا نزي أتم نوجههم زلنا سنين نبرب بنخك أراروبنا أيام نيرم فبعث الله تعالى يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم نتنا سيدنا إبراهيم خالص دقن الدين نابو نخم الله سدماني الله سبحانه وتعالى نرسل عليه الصلاة والسلام لإقوى مالتيو نبقر بزعبازي نايكشف شبهاتون إن شاء الله تدمت سيكون كدس ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد 嗯。Mm hmm. mm hmm.